صباح الخير، ارحب بمشاهدات ومشاهدي ام بي سي في كل مكان حول العالم ومستمعي ومستمعات ام بي سي اف ام في المملكه العربيه السعوديه. اهلا بكم في حلقه جديده من مجموعه انسان في موسمها الثاني في الحلقه العاشره. ضيفي الليله علامه شعريه بارزه ونجم له حضوره الوازن، هو واحد من ابرز شعراء النظم والمحاوره طيله عقدين ونصف العقد. يقول أنه حين ينظر إلى المحاورة يجد أنه أرضى نفسه فاتجه إلى النظم لأن لديه موهبة تطرده وتبحث عن منحها حقها ويتذمر من الشائعات وكثرتها وينكر إغراء الأضواء له. رأيي فيها أنا علي أن فوضويته قادته إلى الابتعاد فترات طويلة عن الظهور، ولولا أيدي المحبين لاختفى لفترات أطول. رأيي فيه أنا يا علي أيضاً أنه مقل جدا في شعر الغزل رغم إبداعه فيه. رأيي فيه أيضا أنا يا علي أنه مهمل جدا في مواقع التواصل الاجتماعي في زمن سادت كل شيء هي. لذلك من الواجب عليه أن يغطي الصفحة اليوم وأن ينهض بأدائه في مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفي وضيفكم شاعر العرب الشاعر الكبير سلطان الهاجري.